السلام عليكم. الحدود البرية والجوية غادي تفتح نهار 7. أيه هذا هو الخبر اللي كاين دابا. الحدود البرية غادي تفتح. ها هو كما أصدرت وزارة النقل واللوجستيك أمس الاثنين مذكرة وجهتها لمجموعة من المؤسسات المينائية باش غادي يفتحوا. يعني كان عندهم واحد السدان عنده التاريخ ديال الانتهاء هو 6 فبراير وهو الأحد، أما 7 فبراير يعني الاثنين المقبل إن شاء الله راكو غادي تجيو كاملين، ولكن هاي الحدود غادي تفتح، البواخر غادي تخدم، ولكن يا اخي الثمنه راها باهظه غاليه بزاف، يعني البري راه ما يقدر ليه حتى شي واحد، غير ثمن الطائره راه 1200 اورو باش تكونوا واعيين، وثمن ديال الباخره راه دوبل اكثر منه، وزائد الاجراءات اللي اتخذتها الحكومه، عندك اجراءات ديال البي سي ار وداك الدقداق ديال الثالثه والرابعه وما نقول لكمش. المهم دابا هما شنو كيقولوا في هذا الموضوع، انه لانكم بقاو تما وبقاو ترسلوا لينا الفلوس، نتوما غادي يجيكم هادشي غالي وما غاديش تجيو. ها هي الحدود مفتوحه ولكن ما كاينش اللي غادي يقدر يجي. صعيبه اخويا، 1200 اورو في الطياره وفي الباطو حتى هي حسبه واحد 2000 اورو، كي غادي ندير انا نجي؟ وزايد الشروط خصك دير البي سي ار والدقداقي الثالثه والرابعه والجواز ديال التكليخ، كي غادي ندير ليه هيا انا؟ ما غاديش نجي، غادي نبقى نصيفط الفلوس. السياسة كي دايرة والشركات اللي محتكرة الموانئ يا سواء الطائرات ولا البواخر غادي تكون خدامة صافي، راهم غادي يبقاو صافي. المغرب راه فاتح الحدود ديالو، فهمتوا دابا القالب كي داير؟ هي دابا هما الدولة اللي رابحة، اما الشعب راه ما رابح، هادشي اللي كاين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.